بعد البريك مكفيين بأجواءنا الميلادية، وموضوعنا بآخر فقرة بحلقة الليلة هو الـ OTV Awards. بعد أسبوع بـ 31 بليل 3/31 كانون الأول 2013 ليلة رأس السنة، على الـ OTV رح نعرض حفلة الـ OTV Awards. الـ OTV Awards هي فكرة انطلقت من فريق عمل محدد قوامه الصحافي والزميل سيرج أسمر والصحافي علاء مرعب. الصحافي في مجلة الجرس. ليه ما عزمتونا على الـ OTV في اوورد؟ هيدا بادئ يعني استضفني يعني من لك عن الحق على الاداره مش وين الاداره؟ الاداره خلص هو صراحه لا انا الحق عليه ليه؟ لانه انا انعزمت انت انعزمت لا انا انعزمت كفريق حرتاجي بس بصراحة انت بعتبر حالك انت الفريق لا عزمت كلاعبين ما بفهمون انا عزمت قالوا لي جيب معك ليال وماهر ايه بس انا لاني ما كنت قادر روح ليه ما رديت على التليفون خلفت عن الموعد ما قلت لكم مشان هيك يعني هي انانيه مني اكثر ايه الفريق هشام حداد الفريق الزميل سيرج اسمر والصحافي في مجله الجرس علاء مرعب اول شيء هيك خبرونا كيف ولدت فكره الاو تي في اووردز هي فكرة كل سنة أنا كنت بواتساب أوردز كنت أعمل على رأس السنة أوردز لكل الفنانين يلي بيربحوا يعني أكيد تصويت من خلال الجمهور على فيسبوك وعلى تويتر وأكيد على كل السوشيال ميديا فالفكرة هيدي السنة قلت ليش ما بيصير شيء إيفنت لكل المحطة ويصير جمهور كل المحطة مش بس جمهور واتساب يلي هو يصوت فطلعت أكيد لعند الاستاذ زراي الهاشم اكيد وجه له تحيه كثير كبيره وبقول له طبعا لكل اداره الاو تي في بقول له كمان استاذ زراي الهاشم ليش ما عزمت؟ قالوا لنا الاداره بقول له ينعاد عليهم كمان للاداره موجه المواعيد اكيد وقال لي اوكي فكره حلوه وفوت بالموضوع فشكلت فريق عمل من اقوى فرق العمل كثير قويه اكيد علاء مرعب هو مدير تحرير الجرس وكان معي تاتيانا غرفين المخرجه تاتيانا غرفين نادين رزق ونادين اسمر وبلشت الفكره بلشنا حمله على السوشيال ميديا ومشت الحملة أوكي خبرنا أكثر عن تفاصيل التصويت أو بالأحرى مش تفاصيل التصويت مين نقى المرشحين؟ هذا السؤال اللي هيك اللي شغل بال الناس إنه أنتوا أوكي يعني أنتوا حددتوا الخيار بالتصويت إنه بهيدا الفئة بتصوت لهيدا وهيدا وهيدا وفي بعض العتب كان حتى بعدين فوت أشياء بالأمور عم نحكي أول شيء خلينا نحكي إيجابيات بعدين نحكي شوية سلبيات محيطة بحفل الـ OTV Awards كيف نقيتوا المرشحين؟ هو بكل بساطة حطينا على فيسبوك وعلى تويتر جملة شو بتلقبوا كل فنان بعام 2013 شو بتحبوا تلقبوا ولمين بتحبوا تصوتوا فالعالم صارت تقول شو يعني يعني شو أفضل ممثل أفضل يعني عملتوا نومينيز قبل ما تصعملوا تصويت 100% أكيد فهني صار يحطوا مثلا أفضل فنانين نانسي عجم أفضل فنانين نجوى كرم أكتر ناس أخذوا نومينيز حتى يطولون 100% مثل مرحلة تمهيدية يعني بس بتحطوا نجوى كرم بنفس خانة نانسي عجرم ولا وحدة مطربة لا لا نفس الشيء هلا نحن يعني تربح نانسي هلا نحن ما بنحط أكيد حدا بخانة حدا جمهور نحن ما خصنا انه ما بيتقسموا قصدي بس كافضل فنانة اكيد في نانسي وفي نجوى يعني مع بعض بنفس السكشن ايه كافضل فنانة يعني بدون التفرقه بنوع الموسيقى او نوع الاغاني لا طبعا هلا مش هيحطوا فيروز وماجد الرومي لا بس قصدي هلا في كثير مثلا مثل هيفا ومايا دياب وسيرين عبد مثلا بترشحوا على هالفئه ترشحوا على غير فئه فنانة استعراضية كانوا فصلتوا كان في بس برفورمر كان في مثيرة للجدل طيب خليني اسالك سؤال علاء كيف بتصنف هلا انت لانه سيرج اكيد شاته مجروحه كونه من الاو تي في بس انت كونك كنت بس بفريق العمل المعد للاو تي في اووردز كيف بتصنف اليوم الاو تي في اووردز هل هي يعني كمستوى هل هي بالطريقه اللي صار فيها بطريقه التصويت بالحفل اللي صار بالتنظيم بالصاله هل هي بمستوى الحفلات الاخرى بياف ميراكس هالاشياء هذا الشيء اكيد أنا كنا حلك شيء ضمن كل الإمكانيات اللي توفرت ضمن كل فريق العمل كيف اشتغل أنا مأكد إنه طلعنا بنتيجة ورح تشوفوها على الهواء ليلة رأس السنة نتيجة أكثر من المتوقع وهذا شيء سمعته من قلب الأو تي في ومن إعلاميين زملاء بالأو تي في ومن الإدارة بالأو تي في كانوا مبسوطين من النتيجة اللي طلعت للتذكير بس الحفل قدمه الزميل سيرج أسمر بالإشتراك مع الزميلة بقسم الأخبار إسبرانس غانم وفعلا كان أنا شفت الرشز يعني وهلا بركي شو رأيكم نفوت هيك نشوف شوية نشوف ريبورتاج عن الأو تي في أوردز بنرجع نحكي أكثر بالتفصيل يلا الـ OTV رصدت وجوه العام 2013
تركت الحسم للجمهور والرأي العام. إن شاء الله تنسحب إيجابيته على 2014. لحتى استحق اللقب سنة الجاي، لحتى سنة الجاي تشوفوني واقفة هون عم بستلم هيدي الجائزة ووحدة تانية. بقولن إنه نحنا معكن وحدكن ومن شد إيدنا عايدكن. بنهاية 2013 وبداية 2014 عم بستلم جائزة. شكراً كتير للو تي في، شكراً على التكريم. أنا كل نجاح قدمه لأحلى أم لأمي. هيدي الجائزة كلها بتروح لوديع الصافي. هالمرة بدي اهديها لكل التالنتس. اهميته انه مقدم نتائج نظيفة وحقيقية. OTV كمان بدي اتشكر كل الجمهور اللي صوت لي. كريدت كتير كبير انا بهنيهم عليه. هيدي الجائزة رح تكون مميزة كتير على قلبي لانه صراحة هيدي اول جائزة بالتمثيل بخضر. فعلا انا اسامي مهمه بس ناقص بس انا ولا يعني. فعلا فعلا حفل ضخم يعني بيضم كل شيء. هلا لا بتعرفوا بالتصنيف في كلاس اي وبي وسي، كل الكلاس اي كانوا موجودين. يعني فعلا في ناس شككوا بمقدره الاو تي في انه تقدر تجمع هالعدد من الفنانين وهالعدد من الوجوه، ولكن انتم نجحتوا بالتحدي وبالاختبار. ولكن كل نجاح سيرج وعلاء بيكون في بعض الثغرات. شو اهم الثغرات اللي حصلت بحفلكم؟ انه انا وماهر ماجي، غير انه ليالي وانا على فكره ما كنت صار معي بانا وماهر وانا كمان ما قدرت اجي لانه لارتباطات كان عندي مسرح وانا ما بدي اتشكر شباب كنتوا طالبين مني قد الجائزة، وبالتالي أنا عن جد بقدر كل شيء صار، ولكن للأسف الشديد المسرح بالليل بيفرض عليك تتخلف عن مواعيد. بصراحة على هل في فنان ربح اعتذر جيرته الجائزة لحدا ثاني؟ حلك شيء أنا هاي بتصير، هاي دائما بتصير، بعرف لما بتصير وما فيها أي عيب. بس كل الخبرية نحن خلال أسبوع اللي هو آخر أسبوع وقت خلصنا التصويت كان بعد في بس الأس أم أس مش ما معنا نتائج. أوكي. صرنا ندق لكل المرشحين اللي هني جايبين أعلى نسبة تصويت وكلهم خبرناهم يعني أنه أنتوا مش آخذينا بس أنتوا اليوم مرشح يعني في نتائج، أنت وفلان أكثر اثنين حتاخذوها، واحد منكم حيكون هو الفائز. شدوا الهم، فكنا نعرف أنه شو موجودين، لا حتكونوا قادرين، لا عرفت. اخر شيء ننطر وقت اللي وصلتنا ريبورت الاس ام اس حسمت النتيجه، صرنا ندق للنجوم. حتى في فئات، والدليل انه اذا عم تسالني اذا مثلا فلان اعتذر ما بيقدر يجي اعطينا لحدا ثاني، في فئات فعلا تغيبوا يعني وسلكوا الجائزه غيابيا. لا ما سلمنا الجائزه غيابيا، ويا مهاب عن اي فئه؟ بعض الموجودين ويا مهاب عن اي فئه؟ اخذ اعلى تصويتا عن فئه سياسي الاكثر، سياسي الاكثر جدلا، ودقينا له مع الوزير واعتذر. انا استغربت كثير انه اعتذر. ليه؟ هو قال لي على تليفون هو ومديره مكتبه انه امنيا هو خايف شوي يطلع يتنقل، مع انه اسم الله عليه يعني وين ما كان على طول بنشوفه وهيك على كل شيء. طيب بارود بس هو صورها قبل حرام ما بدنا نظلمه. ايه طيب. انحكى ايضا عن اشكال مع الفنان رامي عياش انه ما راح يجي، صار زجوا له اسمه باشكال نهار الحفله صار كثير الحكي. شو صار؟ شو؟ خبرنا سيدي. لا وقتها يعني بتعرف فتت انا على الحفله اول شيء، كنت عم شوف كل شيء انه منظم، كل شيء كثير حلو، انتم مش موجودين. بس الفكره ما فيها انه سمعت نوال جاي، نوال منا جاي، سمعت هيك حتى على المدخل مش نوال مية طلعت على تويتر ناس عم تحكي انه نوال مش هتجي على تي في اووردز ولا ممكن. نجوى جاي، نانسي جاي، لسه مش جاي، ليش ولا ممكن نوال تجي على الاووردز؟ هنيك عم بقولوا هيدي صار يكتبوا هون. سيرج اعتبرتها نوع من الحرتقات عليكم لافشال الحفل 100%. من مين؟ من محطات منافسه؟ من فنانين منافسين؟ من مين؟ من يمكن صحفيين بحبوا يعبوا فراغات عندهم اياها، يعني كان عندهم مأخذ على الجرس الصحفيين مش على الاوتي. هلا انتبه انت، انا بدي لك شغله، بكونك نقيت كونك نقيت فريق العمل من مجله الجرس باكثريته، انت بتضمن وبالذات بس علاء يعني مدير تحرير الجرس، مش حيلا حدا بالجرس، وبالتالي انت من هون انطلقت بك انك فتحت باب لغير. لا انا قبل ما يحكي علاء بالاسم حط واحد كنت بالجرس وواحد بالنادين وواحد بالجرس. اول شيء نادين ما بعرف ليش عندهم مشكله مع الاوتي في سياسيه، انا بقول لكم ما بعرف ليش السياسه بتفوت اوقات بقصص ما خاصه بوجه لحرتقه صغير وخصوصا بحرتقه. بس الفكره انه بعض الفنانين اللي سوري يعني ما دقينا لهم انه ربحوا، يبدو انه
في بعض فنانين حركت معجبينه. لان تعرف انت في فنزات مسيرين للمكاتب، يعني مثلا هذا الفان هو حدا من مكتب فنان بيحركه مثلا، يعني مفتاح انتخابي. فانز مين هجم عليك؟ كلهم ما رح سمك. تعرف شو احلى شيء صار؟ انه في فنانه دقت لي بدها تطلع هي تجي يعني يا تتكرم يا اما انه تقدم جايزه. قلت لها لا انه مش حلو بحقك انه انت فنانه معروفه وإلك اسم وهيك. تاني يوم تاني يوم تبعت ريليز وما كان، انا بحبها كثير على فكره، تبعت ريليز بتقول انه انا اعتذرت، دقولي وطلبوا انه اجي على الاو تي في اوورد واعتذرت. انه اعتذرتي بشو مي حريري؟ بدي لها اياها دغري بوجهها. اكيد تقطع تقطع اكيد. على شو اعتذرتي مي حريري؟ هي دغري بقول لها هي صديقتي بموت فيها. كانت صديقتي حد بطل صديقتي. بدي اسالك ليش غابت مي حريري؟ هلا انت اليسا كانت لا حكيت الموضوع. طيب اليسا ما ربحت شيء؟ لا بدكم اليسا ما ربحت شيء؟ يعني انا اليسا لا دواعي سياسيه بركي جمهورها 14 اذار شو ما بيحضروا تي في يعني؟ لا بالعكس بركي ما بعرف، بس ما بعرف ما صورت ولا هالسنه اصلا. هي وقت طلعت معي بي واتساب قالت انه هالسنه هي كانت تتمنى انه البومها ينجح اكثر. فاذا هي عرفت. طب من ابرز العناوين اللي كتبتهم الصحافه عن الحفل: مايا دياب بثوب قصير يظهر مفاتنها، مريم فارس بملابس شفافه. مين اثار الجدل اكثر، مايا ولا مريم؟ اكيد مايا. ميري اكيد مريم فنانه الاثاره الاكثر. مايا مايا اكثر من مريم. انا بقول مريم، ما هي الفنانه المثيره للجدل فعلا. اي لا كفي هذا حكي عن مين ربح في الفنانه في كان فنانه مثيره للجدل مين ربح؟ ولا الفنانه الاستعراضيه بس بيرفورمر مريم فارس. فيكم انتوا لانه النتائج صارت علنيه، بس فيكم تقولوا لنا مين شو هن الالقاب اللي طلعت؟ رامع عياش اكيد افضل نجم، افضل نجمه نوال الزغبي، وربحت كمان افضل اغنيه كفنانه. كفنان افضل اغنيه وائل جسار، ك افضل اغنيه فيلم زياد برجي ودليدا خليل، افضل فيلم حلو كذابة مروان روح، الأستاذ مروان حداد تحية كتير كبيرة له. نسينا قبل ما نكفي بالفئات وجه تحية أكيد لمخرج كمان برنامج حرتقجي باتريك نعيم اللي كان كمان مخرج السهرة، كمان ربح جايزة عن أفضل مخرج. أكيد مهزوم بس فوق مش عاصي حلاني راغب علامة وائل كفوري ممكن ما نزلوا هيدا السنة العالم سمون، بس كيف بدي أقول لك ما أخذوا ليش؟ بدك أقول لك شغلة في عتب لانه يعني حتى يعني بهذا الموضوع بالذات موضوع المرشحين، في ناس قالوا انه المرشحين بصراحه ما بيمثلوا العينه عن راي العالم، بمعنى مثلا خليني لك شغله، انتم بالكوميديين حصرتوا بين ماريو باسيل، ماريو صديق يعني ما بدني بحاجه اقول قد ايه صديقي، وعادل كرم وفادر عايده مزبوط؟ اللي حصروا او العالم سموا. ما هون السؤال، اليوم بس ماهر نزل على الطريق سأل العالم آرائهم بالفئات، في ناس سموا جورج خباز، جورج خباز ما كان ضمن يعني العالم معروف انه بحب كثير جورج خباز، كان موجود ولا فيلم نزل. طب ليش ما حطيتوا لهم؟ ليه ما حطيتوا لهم؟ لأنه هذا بالنهايه هذا اللي بيميز هالمهرجان، انه دغري من الجمهور ما في يعني العالم ما سمت جورج خباز ضمن البيست كوميديانز؟ ايه بتصدق انه العالم مثلا ما سمت عاصي حلال؟ يمكن صوتت له على موفي غدي مثلا، صوتت له لسه غدي تأخر شوي زي يمكن صوتوا له ما قدوا الاصوات. لا اكيد صوتوا لهم بس ما عندهم اصوات طبيعي. في مثلا لسه اكثر جماهيريه مفروض، يعني نحن بنعرف انه هي من اهم النجمات وعندها كثير جمهور، عندها مليون فولور، بس ابو انه صوتوا لها يعني مش. طب ليك صراحه سيرج، بصراحه ليه ما حطيته بس فيميل بريزنتر، بس ميل بريزنتر، مشان تتجنبوا القصه انه يربح حدا مباراه الاو تي في؟ بصراحه العالم ما سمت التسميات هيدا ميل بريزنتر، وانه ما هو اللي ابدا ابدا هو بس انت تفرضهم ابدا بسمون. طب ليش ما فرضتوا؟ يعني كان فيكم تحطوا، عفوا يعني كان فيكم تقولوا لك شغله في بعض بلا اجاني، يمكن كنا عم تقلي نادين اسمر بالاحصاءات تما نكون كاذبين، لانه موجودين كلهم على السوشيال ميديا اكيد بالسيرش بيقدروا يلاقون. في بلا اسمان يمكن اجى، بس اجى صوت يعني انه بالتسميات مش حرزانه تعمل لها فئه يعني ديجا ما في عليها تصويت. حتى بتعرف شو هجام؟ حاولنا نهرب من غير مهرجانات اللي هي خلص تيبيكال هيدي الفئات، ما في غيرهم يعني. اخترعنا فئات جديده مثل شو مثيره للجدل، في افضل اعلان ولا مره حدا كرم اعلان تلفزيوني، بنضحك على اعلان ما حدا كرمه، اغنيه مسلسل اغنيه فيلم، في كثير فئات ضفناها مش موجوده بغير مهرجانات. هذا التكريمات اللي صارت في تكريمات لشخصيات كبيره، دريد الحامل الكبير صباح فخري طبعا اكيد طبعا صار في تكريم خاص ايضا للفنان وديع الصافي، ولا بس الجائزه هديها رامي؟ كان في شيء كثير مهضوم على لا كان في شيء كثير مهضوم، انه عن جد انا بعتقد هيدا اجمل شيء صار بالسهره. شو هو؟ انه النايب سمو ابي رميا ومعالي الوزير جابي ليون طلعوا
وغنوا على المسرح لكن العالم صافي غنوا لايف لكن العالم لازم العالم نهار راس السنة ما اول شيء ما يشيلوا عينهم على الاو تي في رح نبلش ببعتين بتوقعات مايك فغالي رح نبلش بتوقعات مع مايك فغالي باول سنة وبعدين رح نكفي بحفله راس السنة اللي كانت رائعه فعلا صحيح. كانت رائعه بالثياب اللي انلبست الاشياء اللي انعملت فنان يعني نائب ووزير عم بغنوا مهضومين كانوا يعني على المسرح بنصح العالم مش حتقدر تغمض عينيك هلا طلع معي الشعار هذا الشعار هلا طلع معي ليه عن شو علاء فكرتك رح تحكي عن موضوع ما بعرف اذا انت لازم تحكي لنا انت شو شعر في هذا سياسه شو لا هذا غير موضوع في فنانين عرب بدك تحرتق مع في سياسه مهضوم في سياسه مهضوم في سياسه ولا اهضم من هيك على التليفون عم دق له نهار الجمعه الصبح يعني نهار اللي عم نصور قلت له من دون ما اسمي صفه مشان ما ينعرف في فنان كتير مهم حابب انه انت تقدمه وتقدم له الجائزه قلت له عنده ميول انه انت تقدم له الجائزه فصرخ فيني على التليفون عم يضحك قال لي شو ميول ما ميول لا دخيلك بعدني كله عن كل لا لا غير 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 واحد مش معقول هو شو هو نايب هو نايب هو نايب قصده ميول جنسيه او ايه هو فهمها انه ميول جنسيه قلت له لا هو نايب موجود الصندوق لا تحت ما بحكي حساب الصندوق لا في اي خبريه ناصر في خبريه لا فينا نعطي لا خلص في خبريه عن سياسه ثانيه كمان شو طايفته كان مفروض كمان يجي في سياسه كان مفروض يجي وانا اكيد كان في حضور بالسهره كان في 14 و8 بس عم نحاول كنا دائما ننوع انه نجيب 14 ما يقولوا الاو تي في انه بس 8 انه هيدا السهرة للكل خاصة في وزير في وزير من 14 أدار كان على أساس جاي يسلم جايزة ما اتصل ولا اعتذر ولا بعت مساج ولا شيء نطرنينا بالآخر في حدا طلع قدم الجايزة بدون سبب بعد الإيفنت عرفت من حدا هو عم يعتذر لا طلع إنه هو اعتبر حاله إنه هو برات هيدي المؤسسة أو برات كل 8 أدار فكان لازم تجي دعوة رسمية من الإدارة انه لازم يدقوا له يقولوا له انه انت مرحب فيك مرحب فيك بيناتنا فمش هيك ما اجى طيب لازم لازم يتلفنوا لحزب الكتائب على الصيف ينزلوها بالمكتب السياسي تلفنوا في اسئله سؤال في ناس طرحوا يدفعوا مصاري ليربحوا اوف اكيد انتوا عملتوا كل الاشياء الله يسامحكم رفضت عن جد بعدين السنه الجاي بناخذ ايه مش هالسنه في 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 فنانه مهضومه هي بتدفعك على كل شيء بتدفع حتى على حفلاتها يعني اذا تجيب معها فنان بتدفع لها ف ايه طلبت تاخذ جايزه لا وفي عرضت رقم رقم مغري اوف 15000 وفي امراه خليجيه كمان صارت بدها تدفع تدقيق مخرجين يعني كمان انت ما ينحطوا بالتصويت وما ينحطوا كذا وبدها تدفع سبونسر طب ليك شو رايك شو رايك نشوف الناس على الطريق شو قالت مع ماهر في ناس سموا ناس ما بصراحه بقول لك اياها بس قبل كمان بدي وجه تحيه للمحلل السياسي اللي ربح سالم زهران اذا ماني غلطان الصديق سالم زهران والله ربح طبعا المحلل السياسي الاكثر جدلا بيستاهلها وبعتقد بعيد عن كل لانه بعرف من الريتنج اللي تحيه اكبر تحيه للصديق سالم زهران بنحبه كثير ومن يا ريت بيكون معنا حاضر دائما بحلقات حرتاج خلينا نشوف الناس شو قالت على الطريق مين افضل ممثله سيرين عبد النور ورد الخال نادين الراسي سلافة معمار بس اميليا امي سياح ما امي سياح نادين الراسي نادين الراسي جيل نار سيرين عبد النور نادين الراسي رولا حماده مسلسل ولاده من خاسره اي لعبه سنوات والله عم نحضر التركي نحن مش عم نعرف انا شو اسمه واشرقت الشمس اكزاكتلي واشرقت الشمس ممثل بحب يوركم يوسف الخال وبزيت المستوى غسان صليبة الله يرضى عليك ممثل يوسف حداد يوسف الخال يوسف الخال قصي خوري كارلوس عزار فنانة استعراضية مايا دياب مريم فارس فنانة استعراضية فاس فنانة استعراضية شو ولا حدا ولا حدا فنانة استعراضية مريم فارس مايا دياب فنانة استعراضية مريم فارس هايفا هايفا استعراضية كارول سماحة مريم فارس مريم بحس المطربة لسه أحسن فنانة ما حدا يمكن أحلى صوت نجوى كرم هايفا وهبي كارول سماحة أليسا أليسا ماجدة الرومي فنانة ليه بعد في فنانية نجوى كرم ما بعرف يمكن نجوى كرم في نجوى كرم مثلا في نانسي مين برايك افضل فنان لعام 2013 ما
عاصي الحلانة. مين أفضل فنانة لعام 2013؟ أنا فنان كمان أنا أنا بحس وائل كفوري. عاصي الحلانة وائل. هلا أنا بحس وائل كفوري. جورج وسوف. وائل كفوري. جا أشقر. جورج وسوف. مريم كلينك. ديك أنا بحب إليسا. فنان. وائل. نجوى كرم. فنان. عاصي. فنان. فارس كرم أنا بحبه. عاصي الحلانة. أنا بحب راغب علامة. محلل سياسي. بحس فيصل. فيصل عبد الساتر. نادي مقتاش. شخص واحد الله يرحمه اسمه كمين شمعون. رؤية معلم. رؤية 50-60-70 سنة لقدام. محلل سياسي. قنديل. ناصر قنديل. فنانة مثيرة للجدل. هيفا. أنا بحب هيفا بس ما بعرف إذا مثيرة للجدل هي أصلا. هيفا مثيرة للجدل. مثيرة بس مش للجدل. مثيرة. باس. ثلاث أرباعون. نجوى كرم. هيفا. ممثل كوميدي. جورج خباز. خباز. جورج خباز. مين أفضل كوميدي بال 2013؟ ماريو باسيل. فادي شربل. ماريو باسيل. ميشيل أبو سليمان. ماريو باسيل. جورج خباز. الشارع جورج خباز ومريم فارس. لا سموا كتار. لا في ناس لا لا كتار. في كتير سموا الناس اللي ربحوا. قالوا لي عن ناس وصلوا على الباب وفلوا لأنه ما نزلتوا استقبلتون أو شيء هيك منه. ما بعرف قد بدي أحكي عن الموضوع. ما بدك تحكي عن الموضوع. لا بكل لا بدي أحكي عن الموضوع. ايه؟ اللي صار برأيك في عقد عند الفنانين بعد الفنانين؟ لك في عقد كتير وأصلاً أنا بشتغل عارف. بالوسط صار لي 4-5 سنين بعرف بالوسط الصحافي صحافي بالوسخ مزبوط. عقولهم عن جد مش معقول يعني كلهم ثلاث أرباعهم مش كلهم ثلاث أرباعهم تافهين وعقولهم بالمرة يعني بس لك رح أقول لك شيء. في أحد الفنانين النجوم اللي كتير بحبهم وبحترمهم وصلوا دق لي خط مسكر ما قدرت رجعت أنا وصلت له مع إنه كنت بعت له مسار صار عرفت انه وصل بس برجع قال لي بعدين انه ما عرف وين بيبلوس وين اوريزون لا وين اوريزون عرفت انه هو وصل ما بعرف صراحه ما كثير علقت على الموضوع وفل ربحان سلم وجايزته اكيد هو كان ربحان. ايه ربحان ليك سؤال صغير ليش دائما بتجيبوا ربحانيه ليه ما بتجيبوا كل النوميني وبتقولوا له المفاجاه على الهواء بحكي لك شيء اذا انت الفنانه بتجيت لك على كرستا اذا كانت اول وحده على الطاوله ولا الرابعه بدها تقبل تجي تزقف طب ليش بامريكا واوسكار بيقبلوا ليش هونيك في بتعرف شو حتى يعني هونيك اذا بتقعد جينيفر لوبيز اخر شيء بتعرف انه هي جينيفر لوبيز هون اذا بتقعد اكس من بالنسبه له وين قاعد هو قيمته يعني قيمته بوين طيب في الصحافه في بعض الصحفيين عتبوا عليكم يعني قريت ببعض يمكن بموقع بصراحه اذا ماني غلطان انه في ناس زعلوا انه ما ربحوا وصار في مثل عتب عليكم شو بتقول طب شو صار في قله اخلاق ما صار في عتب وين بهذا الموقع اللي انت سميته ما كتبوا شيء لا لا بس لانه باتريسيا صديقتي جدا 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 يعني ما بدي انا بكره بتكتشفها بتبطل صديقتك بس انه انا ما بحبها انت بحبها انا ما بحبها ما هي مثل ما بكره بتكتشفها وبتعرف مين على هي بالنسبه لي انا شو بدك في بعلاقه مع عسلمتها شو صار عسلمتها لا هو خصوصا انه ما لنا معنا لحق الرد كمان ما بدي يعني بدي يصير اخذ لا اكيد لا بس الفكره أبوجه لها تحية للإعلامية صحفية صحفية شو بك يا سيد ما أنت بحطوا لك أخبارك بصراحة لا أبدا ما بعرف عندهم مشكلة تتهم لي إيه ما بعرف في قصص ما بعرف شو هي طيب أنا لأنه بتعرف علاقتي مع باتريسا جيدة جدا ما بدي بس هلا مش عم يحكوا على لسانك هن عم يحكوا حملوا آرائكم أكيد طبعا أنا طبعا لا انتبه وأنا انتبه أنا كثير بحترمها وبحبها وهي بتقول إنه إحنا بلشنا سوا وقتها تحكينا على التليفون طبعا بس الفكرة إنه كتير صعب يمكن الواحد يشتغل بمكتب إعلامي لفنان ونفس الوقت يكون عنده رئيس تحرير وصاحب مجلة بس يعني هيدا عم بس هي لأنه مدير مكتب فن رامي عياش ما ربي يحتب رامي ايه بس هي بس انا نوي رامي عياش يتشارط وين الكرسي ومع مين قاعد وعلى كرسي بده يقعد وكيف ستيل طريقه الفوته والقعده وعشان شو بده ياكل مشكلتنا ما كان رامي ما بيفكر رغم هيك يعني هي كانت عم تطرح هي كانت عم بتدير هي عم تطرح هول القصص مع انه هو كان كثير يعني مش وعشان مين الصحافه الموجودين على المدخل بس هي بكل بساطه دقت نهار الجمعه الصبح بتقول لي مربحين موقع نشر فن هذا الموقع قلت لها شو يعني مربحين قلت لي شو هي انا مهرجانات تحت الطاوله ما بيجي عليها قلت لها ما تجي عليها حبيبتي روحي اقري اول ريليز بعتناه اول ريليز من 3 اشهر كتبنا فئه افضل موقع الكتروني رح تنعلن النتيجه بحسب احصاءات اليكسا
ولو انا كانا كمجله الجرس لو انا بدي لا مش العاصفه حلوه النكته لو اقوى نكته انا بدي عم بختم عم بختم السنه باقوى نكته عن جد لو كنت نيال باخر حلقه بال 2014 اخر حلقه بال 2000 كانت لما نقولها للمشاهدين انه ليال 2014 ما رح تكون معنا لا ولا ولا نكته باخه مثل هاي بتصير الاعدام شنقن عليها كفي على بس لو بدي ربح او لو بدنا نربح موقع الكتروني كنت ربحت موقع الجرس يعني مسابق انه أيوة هن هلا الاوائل كجرس كويب سايت بس على مدار السنه نشفان هن الاوائل فاجوا اخذوها بكل تحيه لكل المواقع الالكترونيه كل اصدقائنا وفعلا يعني بدك تعرف شغله علاء وسارج انتم بتشتغلوا بالوسط ما فيكم ترضوا كل الناس مين يعني ما حدا بيرضي كل الناس اللي اللي بده يخسر بلبنان بيزعل انا معروفه صح بدي اقول لك شغله هشام بس في شغله كثير مهمه انه غير انه علاء والاكيب كله كثير بروفيشنال وكثير كانوا لاخر تكه يعني مع كل الفنانين بعقدوا عن جد يعطيكم الف عافيه بس بعرف انا انه مجله الجرس هي بالمرتبه الاولى حسب احصاء الفيرجن ميجاستور يعني ما كان تصويت ما في تصويت يعني فمشان هيك ربحت مجله الجرس صح. انا ما كان بدي صنف صحفي تحيه لمجله الجرس تحيه للصحفيين الكبيره نضال الاحمديه وبدي اوجه تحيه لكل المواقع الالكترونيه كلهم اصدقائنا وبعتقد كلهم بذات الاهميه وكلهم عم بيأدوا واجبهم بالصحافه والمهنه على اكمل وجه بشكركم علاء وسارج على مشاركتكم ميرسي لك اخر سؤال الاو تي في رح تصير اوتي في اووردز حفل سنوي باذن الله باذن الله ما تنسوا تعزمونا ويعطيكم العافيه سارج وعلاء على ايضا بعملك صحفي وسارج ببروجرامك بدي اختم حلقه الليله حلقه ميلاديه بامتياز كان فيها من كل شيء كان فيها مقاسه وكان فيها فرح كان فيها بدي اشكر بنهايه الحلقه ترى فلورا عزين الحلوه كثير اللي زين لنا استوديو وانا بدي اشكر جوليانو اسمر على الشعر وتانيا جوهرجي جوهرجي على الميك اب وانا بدي اشكر ميزون سليم متري كمان كمان على الجاكيت عم نعيد ومنعيد الشباب ومنعيد اكيد بدي عيد الاو تي في بدي عيد اداره الاو تي في بدي عيد العاملين بالاو تي في خاصه اللي معنا بالاستديو اللي بيتعبوا اللي تعبوا كثير اجوا بهالنهار اليوم نحن عم نصور مشان بكره تنعرض يعني نحن اليوم لو 24 ليله العيد ليله العيد لا يصور بنشكر سليمان الحكيم الصديق العزيز المعمر الاكبر بالاو تي في توما الي توما الصديق الي توما ايضا ريفا اسكندر عون عون جورج بسيط وتوني وينو توني توني نقولة توني نقولة بوجه دغري وريفا اسكندر وباتريك نعيمي وليتيسا وسمارة وكلكم يعاد عليكم ميري كريسمس ان شاء الله كل سنة بالصحة والعافية وان شاء الله كل سنة بتعيدوا احلى من السنة اللي قبلها